أي. من العوامل الأساسية في كل بلاد أنها كل مجتمع متاعها متوازن، والتطرف هو بطبيعته عدم توازن، لأنه الإنسان المتطرف هو يحب يفرض رأيه على المجتمع، والفرض الرأي هو إخلال بالمجتمع مش بناء، هو حدان. لذلك التعامل مع التطرف لابد أن يكون تعامل يهدف إلى أنه يقلص من تأثير التطرف على التوازن المجتمعي، على تناسب المجتمع، ويقلص من تأثيره السلبي، لأنه عنده تأثير لا فقط اجتماعي لكن عنده تأثير أسري على المجتمع والثقة المجتمع في نفسه. ولذلك الفكر المتطرف هو فكر أساسي مبني على أنه الغير هو عمله الصحيح والغير هو الخاطئ. كيفما التطرف الديني، التطرف الديني هو عنده نظرة للمجتمع وريه ولي أنه هو صحيح والبقية الكل كفر، وهذا يبني عدم التوازن ويدخل الإخلال في المجتمع. المجتمع واللي يضرب بعضه، المتطرف يولي هو ينزم يهدم البقية، وهذا هو يدخل المجتمع يتخلف إلى الوراء، يعود ينظر إلى المستقبل. طبيعة العكس متاع التطرف هو الانفتاح، هو أنه ننفتح الأفكار الجديدة، هو أن نأخذ برأي الغير، هو أن تكون هناك أفكار فيها نقاش. التطرف لا يقبل النقاش، بينما الهدف المجتمع مبني على النقاش، مبني على الرأي الآخر، على أخذ رأي، تعطيني فكرة ونعطيك فكرة ونشوف شنو الأحسن حل للمجتمع، شنو الحل اللي فيه. لذلك هو قبول الغير، عكس التطرف هو قبول الغير. التطرف هو الشيء اللي يجي ضد الغير، أنه يرفض الغير. التطرف هدام وليس بناء، هذا هو ربما الشيء الأساسي الذي نقوله على الفكر الثقافي، موقف من الحياة في الحقيقة، موقف من الحياة. هذا ربما نجم نقوله في نفس التطرف، وأهمية أنه نكافح التطرف، ونكافح خاصة التطرف اللي يمنع لدين، لكن أي تطرف آخر، أي تطرف آخر لا بد أن يقع Merci beaucoup.